السلام عليكم، انا مصطفى وده مش فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه بس عن هو يعتبر زي برومو او زي اعلان عن البلاي ليست الجديده ان شاء الله هنعملها في القناه. والبلاي ليست دي يعني بصوا شباب، بلاي ليست يعني زي ما تقول كده برنامج جديد، هو مش جديد قوي الحقيقه، ولكن يعني البرنامج ده هنتكلم فيه عن حاجه معينه، فبالتالي اعتبرني واحد تاني اللي بيقدم البرنامج. يعني ده مش مصطفى بتاع الروح من الانترنت، ده مش مصطفى اللي بيتكلم في حاجه معينه، لا اعتبرني واحد تاني، تمام؟ فهتلاقي حاجات مختلفه، هتلاقي بدايه مختلفه، حاجات كده، تمام؟ فهتلاحظ حتى هتلاقي في اختلاف في طريقه الشرح نفسها. ولكن خلينا نخش على طول في محتوى البلاي ليست دي ونشوف هنسميها ايه. البلاي ليست هي عن اليوتيوب. انت عامل بلاي ليست عن اليوتيوب قبل كده مصطفى؟ انت بتعيد تاني؟ لا، اللي هتكلم فيه في اليوتيوب المره دي عن كل حاجه بتخص اليوتيوب. يعني ايه؟ يعني بدايه من ازاي هتبدا اليوتيوب، من ازاي تختار الكاميرا، من ازاي المايك. انت اتكلمت في الحاجات دي قبل كده يا مصطفى، لكن المره دي هنتكلم بشكل متعمق اكتر. هعرفك ازاي تعمل اعدادات، هعرفك كل حاجه بحكم خبرتي اللي مش كبيره قوي يعني، او يعتبر كويسه في اليوتيوب عامه. حاليا بقالي تقريبا سنتين في اليوتيوب، فممكن اتكلم معاك عن حبه حاجات كتيره قوي هتفيدك في القناه اللي انت هتعملها، وازاي ان شاء الله تعدي ال 1000 مشترك وال 4000 مشاهده والكلام ده كله. كل الحاجات دي ان شاء الله هعلمها لك من اول، زي ما قلت لك اختيار الكاميرا، من اول ازاي تبدا يوتيوب اصلا بالحاجات اللي معاك والكلام ده كله، ازاي تعمل صوت كويس، الحاجات دي كلها، لحد ما ازاي تختار الكاميرا بتاعتك الدي اس ال ار لو انت كنت بدات من موبايل، ازاي تختار المايك بتاعك لو انت كنت بدات من موبايل برضو، كل الحاجات دي. فهنتكلم عن كل حاجه تقريبا بتخص اليوتيوب من الصفر للمية، او من A to Z، او من الف للياء، تمام؟ فكل حاجه هنتكلم تقريبا عن كل حاجه لها علاقه باليوتيوب، ازاي تجيب مشاهدات ومشتركين، ازاي تجيب كل الكلام ده يعني هنتكلم فيه. فهنسميها ايه؟ انا قلت بدل ما اسميها اليوتيوبر لحاجه مثلا، ممكن تبقى اليوتيوبر الناجح، فدي كان يوسف عاطف عملها، فانا اقولها تبقى اليوتيوبر الفشيخ. حلوه، تمام. فبلاي ليست الجديده بتاعتنا اسمها اليوتيوبر فشيخ، حاول تتابعها باستمرار. خش تحت على البلاي ليست هتلاقي مكتوب اليوتيوبر فشيخ، اعمل النوتيفيكيشن بتاعها عشان يوصل لك اي اشعار لما ينزل من البلاي ليست دي، او اعمل سبسكرايب واعمل نوتيفيكيشن هيوصل لك برده نفس الموضوع. يعني ان شاء الله باذن الله البلاي ليست دي تفيد الناس كلها، وان شاء الله تبقى حاجه خفيفه كده ولطيفه. هتلاقي فيها يعني مش هتلاقي، قلت لك مش هتلاقي مصطفى الجد بتاع ربح الانترنت، لا هتلاقي بعض الهزار كده، حبه حاجات هتبقى لطيفه مش تبقى وحشه، وهتبقى مختلفه عن حلقات اليوتيوب اللي انا شرحتها قبل كده. حتى انا هقول لك على حاجات مبتكره جديده، مش هنتكلم على الحاجات القديمه، او هنتكلم عن الاثنين مع بعض. هتبقى حلوه، مش هتبقى ممله، هتبقى حلوه وجديده، ومش هنعيد الكلام يعني، تمام؟ فما تقلقش. بس كده، يا ريت ان شاء الله تكون البلاي ليست عجبكم، ويا ريت ان شاء الله يكون الفكره نفسها عجبتكم، وان شاء الله نستمر فيها. وبس كده، يا ريت لو عجبتك البلاي ليست دي وعجبك الفكره تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، اللايك ده عشان يشجعني يا شباب عشان نبدا في البلاي ليست دي. يعني انا مش هبدا في البلاي ليست دي لو الفيديو ده ما جابش 100 لايك حقيقي. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.